حقوق في هذا الشريط المطل على الواد اللي هو يعرف هنا ويحمله مخاطر حقيقية. فيه أشغال دخلت في إطار برنامج ديال رباط مدينة سمو الأنوار، لكن مع ذلك يبقى المشكل مقلق جدا. الشيء الآخر عمليا احنا في طور الحل ديالو، أريد أنني نوقف. وكان عندنا نقاش مع السيد العامل ديال سلا باش نقول بنامي شخصيا، كنت دائما أقول لا يمكن أن نقبل وأن يقبل العقل بأنه يكون عندنا برنامج ضخم من هذا الحجم بالنسبة للرباط، وأننا يعني الرئة الأخرى إن صح التعبير اللي هي سلا أنها ما تكونش عندها برنامج يوازي على الأقل ذلك بالنظر لحجم المشاكل التي تحتضنها سلا. وأريد أن أقول لكم بلا ما نكون في التفاصيل بأننا اتفقنا باش غنوضعوا إن شاء الله المعاني ديال هذا البرنامج في القريب العاجل باش نعطيو كذلك هذه الدفعة بالنسبة لمدينة سلا. الاشتغال على الرباط وعلى سلا ما نتكلمش اليوم على تمارا لأن عندها وكالتها، وبالتالي ما غنتكلمش عليها. الاشتغال على الرباط وسلا كيقتضي وما يمكنش إلا بغينا ننجحوا خصنا بالضروري نهتموا بالضواحي. ولذلك عندما سنقول بأن البرنامج اللي غنتفقوا عليه غيكون فيه هذا الجانب المرتبط بهذه الضواحي وغراء عدد من الجماعات الحاضرة ولا غيرها من الجماعات الأخرى اللي غنسعوا إلى أنها يعني نوفروا لها الحد الأدنى الضروري باش تلعب الدور ديالها ديال حماية إن صح التعبير ديال مدينتي سلا الضرورة الأولى ثم الرباط. كينهر لي أنه الأساسي اللي نقوله أنا بقول لكم الآن، وبالتالي نمشيو على هذه التعهدات. نتمنوا أن هذا المجلس الإداري يكون فرصة لإعطاء دفعة قوية في